السلام عليكم العزيزات ديالي، كي دايرين الحبيبات ديالي؟ المهم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، لان كيتقلقوا من الدراري. قالك حتى حنا راه متبعينك دراري، وكتقولي غير خواتاتي خواتاتي دائما، قولي حتى اختي خوتي وخواتاتي. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم اللي غادي يكون ان شاء الله حماسي، لانني نوضه وحده ديال المراه وقاده. قلت نوضه دوني بركه من العجز، كيف العاده كنقول راني عجزت وكل شيء، ولكن قلت لها نوضي جمعي هذه الروينه هذه، نحيد عليا هذا الشيء ونقي هذه البلايصه. غتشوفوا ديك الخاميه من اللور، غتفهموا والو ان شاء الله في الله. ابقاو في الفيديو راه غتفهموا كل شيء ان شاء الله، وغتفهموا علاش ديك الخاميه حيدتها وعلاش داك الشوكولا محطوط تما. المهم البلاصه كما شفتوا انا فطرت، ما صورت معكم كنت كنفطر، فطرت. المهم غنجمع الطبيله ديالي نمسحها، قفت قفيطه وحده، لبس بينوار ديالي، صافي لقيت هذا البينوار عجبني البنت، ان شاء الله بقى نصور ليهم، نصور لكم به منهم السور، باش واخا كاع البيجامات يكونوا نصكم بعد الفيديو يجي ماشي هو هذاك زوين ونقي. ودايما غنلبس هذه الصراحه، نبقى لابسها البنات دايما عجبني. كما كتشوفوا البنات هذوك السداد راكم شفتوا كي دايرين حالتهم، مسخين حاشاكم، ولكن ما عندي ما ندير، نخليهم حتى يفوت البرد ان شاء الله البنات وغنلوحهم. دابا جاي البرد، واحد صاحبتي مسكينه قالت لي دابا البرد جاي يا دنيا، ما عندكش غتلوحيهم وتصدقي. المهم راه قالت لك البرد نعسي في الارض، راه صعيبه صاحبتي البرد. المهم البنات كما شفتوا هنا راه غادي المهم هنا غادي كيما شفتوا غنجمع هاد الروينه، نصح الطبيله ديالي نشطب هاد البليصه كما كتشوفوا، ونقي الدنيا مزيان مزيان، علاش ان شاء الله نوضو نمشيو للكوزينه نشقى ونجمعوا ديك الروينه ديالنا البنات تما كامله، ونغسلو المعنات ونديرو الغدا. وبقاو البنات واحد الغديوه اليوم زوينه ما كنديرهاش كل مره صراحه، بنينه وزوينه غتعجبكم. وراه بشي المهم المقادير اللي هما في اي دار بساط بساط زوينين، غتعجبكم الصراحه، لانني انا مدمنه عليها. من واحد النهار البنات كنت شفتها عند حليمه الفلالي من تما البنات، وانا كنستعملها الصراحه. هنا البنات دخلت لي زجاجه في رجليا، ما تديوش على هاد اللقطات، اللقطات البنات ما تديوش عليهم، ما كنبغيش نحيدو من المونتاج. دخلت لي زجاجه في رجليا وحيدتها، لان دوك المعنى البنات طاح لي واحد التبصيل وهرس لي تهرس لي في الفراش والبارح وحالتي حاله ونجمع في الدنيا. المهم اش غنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. كما شفتوا هنا راه سيري كنجمع في هاد الروينه هادي، راه والو، راه نقول لكم واحد القضيه، راه انا غير على قبل ما كنبغيش نخلي الغبره، اما ما نجمع كاع البنات البيت وهاد البلاصه حتى نسالي تنسالي كلشي كلشي، تخيلي نسالي كلشي، ولكن لا كنقول غنحيد ولو انني باقي ما ساليتش، غنبقى نجمع، لان راجلي مره مره كيصايب ليا، كل مره كيصايب ليا بلاصه. قلت لا غنبقى كل ساعه نحيد نعاود نشطب، لا هما كندير داك الجمع البنات اللي كتشوفو خفيف ظريف، هما غتبعوني. المهم راه حيره حيره نفرش الصالون ديالي، الصالون ديالي حارس كيفاش نفرشو. المهم كنصيب هاد البلاصه هادي، والمهم هاد الطويبله غنحطها هنايا، الصراحه نفعتني هاد الطويبله. وواحد القضيه البنات هادي راه ماشي طبله، هادي راه انا اللي صنعتها باش تعرفوا الدنيا كتعرف تصايب اي حاجه، صايبت طبله، جبت واحد العواد وداكشي صايب الطبيله، لاني باقي ما شريتش الطبله، دابا ان شاء الله نشريها. كطيح ليا المعن، كطيح ليا كلشي. المهم البنات كما كتشوفوها نتوما هاد البلاصه راه صايبها ليا راجلي، درت فيها دوك البارزات وداكشي ودوك المعن، هادوك المعن البنات غير مؤقتا ان شاء الله، تنشوف كيفاش ندير لهم شي ماري ولا شي حاجه. وكما كتشوفوا هاد ليزار اللي كنت مغطيها به، ما يمكنش انه غادي يبقى، غادي يحيدو كامل وغادي يخلي لنا غير هاد المسطره هادي، جات زوينه البنات هانتوما. راك عارفين هاد المقاد اللعيبات كيتصاوبوا عند الحداد، صايب هي البنات الصراحه جات زوينه. جات زوينه يا البنات والله العظيم، وهادي حتى هي هانتوما هانتوما البنات، حطيت فيها المواعن هانتوما. هانتوما البنات كيفاش طيب ليا الجليز، هانتوما البنات اللي قلت لكم خاصها تحيد، هادي مخصهاش تطلع معايا. هانتوما صاوب لي تا هاد المسطرة هادي،
كما شفتوا البنات هنايا راه جيت ملي جمعت البيت كما شفتوا وريتكم داكشي كامل، دابا جيت ان شاء الله صافي شطبت البيت معاكم وجمعت ديك الروينه كامله هنا. المهم نخرج التشطيبه حاشاكم برا وجمعت الروينه ديالي كامله كما كتشوفوا. الواحد هو اللي مره مره يجمع. المهم كنحيد الغبره، البنات راكم شفتوا التراب شحال ديال التراب والغبره، الواحد يحيد روينه فين تجي روينه. المهم ماشي مشكل، انا كنحيد سمحوا لي، هنا راه دي معاناه اي واحد. انا شوفوا الكاميرا البنات كطيح ليا بزاف لان السيبوره ما عسمالها. واش غير نتوما البنات اللي كيديروا اليوتيوب كتوقع لكم؟ ولا انا دايما السيبوره البنات خاسره ليا دايما دايما، انا عييت صراحه لان السيبوره حتى هي راه ميزانيه باش كتشريها وفي الاخر كتخسر لك. لا اله الا محمد رسول الله. كما شفتوا البنات راني خرجت كنشطب الزنقه وشطب الحلاب وداكشي كامل، نقيت الدنيا البنات عليا كلها باش داكشي يبقى عندي نقي. راكم عارفين اللي كاين، يجيك شي واحد على غفله ولا شي حاجه ما خص الدنيا تكون نقيه. وقلت داكشي قال لي راسي الصباح البنات مع تسعود نطب كري الصراحه، مع تسعود فطرت جمعت روينتي حيدت كلشي عليا. وانا قلت عاد وين نحيد الروينه علينا، نحيد هاد الروينه كامله. المهم ندردقوا عليها مزيان ونقيو الدنيا وصافي. هنا البنات رشيت الدواء ديال الدبه لان الدبان عندي بزاف، رشيت الدواء ديال كما شفتوا البنات. جيت هاد جمعت هاد الروينه عليا كامله حيدتها عليا كما شفتوني شطابت وحيد ديك الروينه. المهم البنات اش غنقول لكم، الروينه ما بغاتش تسالي هاد القشيش كامل. هادشي زعما هاد الشيء بغيت نلوحو يا البنات، ولا تبغيت نلوحو كامل لان الروينه ما بغاتش تحيد عليا من هنايا. وهادشي عاد ما زاد كثر وكثر وكثر، وانا هادشي بزاف عليا والله العظيم الا عييت. عييت البنات بعد كثر الروينه وتماره هذا الله والله تعييت. دايما دايما نفس تبقى غدا جايه غدا جايه غدا جايه، زيبي هادي رديه وكلشي ديال الميكا. وين ما عندنا ما نديرو الحباب ديالي، هادو هادي هي الحياه. ما عندنا خاص نصبروا نصبروا، هادي هي اللي كتبان واحد صابر على الزمان، واحد يصبر على كل حال وربي راه ما كيخيبوش. ايوا صافي البنات هنا راه قلت غادي نجي نجمع حاشاكم هاد البلاصه هادي، نجمعها ونقيها شويه نعلق البانيوات لان دايما داكشي كيجيني شارجي تما بزاف. قلت اليوم غنصاوب هادشي مزيان ونقد هاد الروينه عليا كامله. وكما شفتوا البنات قلت لكم جيت هنايا ثاني نحيد الروينه ديالي ديال الكويسات ديال الاتاي وداكشي اللي ما كنتوش كتشوفوه لانني طرفت واحد جهه كملت الروينه كامله لان ما عنديش بزاف ديال الماعن البنات. قلت هاد شويه ديال الماعن راه غادي ندير به. هنا البنات كبيت شويه ديال التيد في الارض باش ترطب لي الارض باش نحكوها ان شاء الله بالتيد، ندير لها شويه جافيل والدنيا تبقى لي نقيه. راكم عارفين اللي كاين، الواحد دايما ينقي بلاصتو. تجيك شي خرجه على غفله خصك للدار نقيه، يجي عندك شي واحد على غفله بعدا يلقى الدار نقيه. المهم يبقى كلشي هو هذاك. المهم البنات هنا كيما قلت لكم السيبوره مع سمانه اليوم دهتها بيا. ايوا كانت تحارب وقربتها ليا شوي ثاني كنبعدها شوي كل مره واش ناهو. ولكن مزيان بعدا ما عنديش بزاف ديال الماعن، عندي جوج كيسان. المهم ثلاث كيسان فاش فطرنا البلاطو الصغيوار وديك الشبيكه ديك المنظم اللي كندير في الثلاجه صافي هما اللي عندي، ما عنديش شي حاجه اللي هي كثيره اللي غتخلعني. المهم البنات ان شاء الله غنحيد معكم هاد الماعن، نحيدوهم علينا يا البنات ونمشيو ان شاء الله باش نطيبوا الغديوه ديالنا. ونتمنى تعجبكم البنات هاد الوصفه، راكم تكونوا كتعرفوها كاملين، نحاولوا انكم تجربوها ان شاء الله. وراه تجي بنينه بنينه الصراحه، انا كتعجبني البنات الصراحه فنه 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 فنه. بقاو حتى الاخر ديال الفيديو غتعرفوها. المهم البنات شنو نقول لكم، مشيت شريت واحد تدير ديال داك التي ديال 5 دراهم. هنا البنات راه تقطع ليا الماء وطلع ليا الدم، تقطع كيقطعوا لينا الماء بزاف ما عرفتش شنو هو السبب. تيقطعوا ليا الماء وبقيت باركه راه واحد المده وانا باركه، راه غير درت المونتاج الفيديو ما بينتش لكم واحد المده وانا باركه يا البنات، واحد المده واحد المده وانا كنتسنى 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 والو والو. عييت صافي تطلع ليا الدم ونسيت راسي بان صافي نسيت عادش رجع المفرحت. هنا رجع المفرحت. قلت لكم البنات خديت واحد التيت زوين ب5 دراهم، باكيه ديال التيت عامره ب5 دراهم. وكنت حاقراها لان كيقول لك داك التيت ما كيرغويش كيكون له علاقه، ولكن يا البنات خديته فن 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 والله حتى زوين بزاف بزاف. وانا بعدا عجبني عرفتي ريحته يا البنات، ريحته ما نعاودش لكم واحد الريحه فيه يا سلام حمقني. بديت كنصيق به نغسل به المعينات لانني باقي ما شريتش اوني، كنغسل به غير هو. عرفتي ريحته فنه يا البنات، واعره واعره والله تواعره. دابا ان شاء الله نقول لكم سميتو في الحلقه الجايه، في الفيديو الجاي ان شاء الله نقول لكم سميتو اولا نوريه لكم وما نبينش لكم. المهم نوريه لكم وصافي، ما كاين لا اشهار لا باقي ما وصلناش لذاك ديال الاشهار. المهم البنات نوريكم سميتو، راه زوين بزاف كنصحكم تشريوه. صحيت انا جربته وكنا
الحاجه اللي جربتها وما زوينه شنو غنقولها لكم. هو يا البنات جربته الصراحه زوين بزاف، راه انتما كنوا باش كنغسل المعينات ديالي. والله يا البنات ما احتاجيت كاع ندير معاه لا جافي لا والو، خرج ليا المعينات ديالي كيشعلوا. تخيلوا شنو هي كيشعلوا يا البنات، فنين كيشعلوا وريحته فنه، وما كيبقاش زعما في المواعن الريحه، لانك خاصك تشلي المواعن مزيان باش ما تبقاش فيهم الريحه، سواء انك غسلتي باي شيء كاع راه خاصك تشليهم مزيان. انت شي نهار قدر الله ما شاء ما عندكش اوني، وخاصك ضروري تغسلي المواعن، غتبقاي بلاش راه غادي خاصك تقضي باللي عندك في الدار حتى يجيك اوني، حتى يجيك اوني عادي صافي. هذا ما كان البنات. وكما شفنا راني كنجمع في الروينه بالزربه، لاني باقي عندي الروينه اخرى، جانا واحد الفويته البنات في الروبيني، وبقينا كانت كتعذبوا ونتكرفسوا، مسحي هنا قدي هنا اجي هنا. انا بعدا عييت، تخيلوا البنات عييت 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 والله تعييت. وهانتوما نبدا من سالي الشقه قديم، وان شاء الله غنبدا نصاوب طنجيه كيف العاده اللي انا كنحماق عليها انا وبنتي وراجلي. كنحتاج البنات كاس ديال الزيت، مخلط شويه زيت العود وشويه زيت البلد، زيت العود وزيت البلديه، شويه زيت العود وشويه زيت الروميه، الكاس مخلط فيه نص نص. حامضه وصيره، جوج ريوس ديال الثومه كبار، شويه تاع الملح، هذا الشيء ما غنديروش كمل غير شويه، لا ما ديروش عطريكم عطر. عاشق ديال السمن البنات، لان هذه كتبغي السمن، طنجيه كتبغي السمن، ما عرفتش شكون كتجي بنينه. وثلاثة د البصلات، ثلاثة د البصلات البنات، وان شاء الله يلا بقاو معايا في المقادير ان شاء الله. ونقول لكم واحد القضيه، حنا جوج دجاج، الدجاج يكون ثلج يكون في الفريق، ودايرينو بحال تشريو الدجاج اليوم وديروه في الفريق حتى الغد، عادي شديوه. يلا بقاو معايا. وها انتم الحبيبات ديالي، شوفوا كي جات الطنجيه ديالي كتشهي، ما تديوش على هاكو لان عندي الارض معاه كبيه، داكشي علاش كتبان لكم معوجه. وكما شفتوا حبيباتي هذه هي كيفاش كتجي الطنجيه ديالي، كتجي بحال هكا. نتمنى انها تعجبكم وحقكم في الجنه، واللي كتوحى من تسمح ليا. ما تنساوش انكم ديروا لي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو الفيديو ليا البنات باش تطلع المشاهده، راه عندي المشاهده ناقصه بزاف بزاف، وانا كنترجاكم وكنطلبكم لانكم نتوما خوتي اللي تقدروا تعاونوني ان شاء الله باش نكمل السوايع. وكنتمنى تعجبكم البنات، جربوها جربوها راه ما غتندموش، زوينه بزاف بزاف بزاف، تبعوا المقادير وغتجيكم زوينه.